السلام عليكم في اول فيديو لي انا عز وشيكه على منصه واو. ان شاء الله حنكون معاكم في كل اسبوع بحلقه جديده ونحكوا فيها في مواضيع مختلفه. اللي يعرفني يا ريت يتابع الفيديوهات طبعا وعارف شو تدير يعني انشر انشر، واللي ما يعرفنيش كيف عرفني عرفني وانشر برضه. وشكرا مقدما لانتباهكم ومتابعتكم ومنورين جدا، يريد زي ما دعمتوني في صفحتي الخاصه تدعموني انا في منصه واو ليبيا ومنورين. تبي تسافر سافر، لكن سافر صح. زمان في فترة التسعينات وفي الألفينات دول زي أستراليا وكندا فتحوا هجرة، ولما نقول لك فتحوا هجرة يعني هو عكس الهجرة غير شرعية اللي توا واللجوء، حاجة مش كيفي. الهجرة اللي طلبتها زمان أستراليا وكندا طلبوا هجرة بمواصفات معينة، يعني يبوا مثلا شنو دكاترة، يبوا مهندسين، يبوا مدرسين، وتعال أنت يا معلم قدم في السفارة قبلناك أهلا وسهلا تعال. تجي غادي أمورك منظمة أمورك مسدفة، يحطوك في مكان يعلموك، تاخذ سنة مثلا لغة وكذا، وبعدين تدخل أنت في المجتمع يحطوك في الشغل نتاعك وبعدين مع نفسك يا غالي. لكن الهجرة غير شرعية انك انت ماشي غير شرعي، الدولة اللي انت طالع منها ما تندريش عليك والدولة اللي غادي ما تندريش عليك، فجاي انت كأنك رامي عليهم انا دخيلتكم راهو سير لي وسير. واللجوء زي ما احنا عارفين نوعين، يا انساني يا سياسي. فخلونا نحنا زي ما تقول شنو من التفاصيل ومن الكلام، خلونا نحكوا في الزتونة دركت. انت عارف ان انت كمواطن ليبي ما عندكش لجوء. انت مش بلد لجوء، انت بلد ما فيهاش كارثه، لا كارثه طبيعيه ولا فيها حروب. اللي عندك انت في ليبيا نزاعات مسلحه، ويشوف الاتحاد الاوروبي مثلا يشوف ان هو يقدر يساعدك وانت غادي، وحتى مرات ما يوصلش لمرحله انه يساعدك، يعني يشوف فيك ان انت تشيل روحك. يعني تمشي مثلا تقول له والله في حرب في طرابلس يقول لك امشي طبرق، جي مثلا تقول له في حرب في بغازي يقول لك امشي لزواره. سهل ومنطقيا هو جديات، يعني تقدر انت مثلا تسافر جدابيه وتقعد تعيش غادي هات. يقول لك انت جاي هنا ومسيب مثلا جدابيه جاي هنا انا شنو نبي باش ندير فيك. فانت لما توصل لاوروبا حتنصدم بالموضوع هذا طول. وانا بصراحه ما نبيش نكسر مجاديفك، بس تبي نحط نعطيك الواقع بحيث انك تقعد عارف شنو فيه، ولما تجي ما تنصدمش بالواقع يا غالي. ليبيا ان هي مش بلاد لجوء معناها انت مش هيعتبروك لاجئ من الاول، انت هياخذوك يحطوك في كامب، حتقعد عايش في الكامب غادي سنه سنتين لعند ما تسخن قملتهم ويدوروك. اذا كان اللاجئ السوري اللي هو مقبول في اوروبا كلها مثلا وامريكا واستراليا تقبل فيه، مش اقل من سنه هيقعد غير ما يناقش في اوراقه بس، يعني يناقشوا في حاجات غريبه وعبيطه وتاخذ البيروقراطيه على المفاصل تاخذها. اذا كان حتى المواطن العراقي اللي هو ممكن اللي عايش في الموصل وكذا عنده مشاكل اكثر، القبول نتاعه هنا نادر ونادر جدا قاعد. في دول زمان كانت تقبل فيهم طول زي مثلا السويد كانوا فيها نسبه كبيره من العراقيين جو في التسعينات وفي الالفينات، تو حاليا الرفض هيك ترشيق يرشقوا في الرفض ترشيق. يو تبي الكلام الجديات، في ناس انا حطت 3 4 سنوات من عمرها وقعدت على الابيض على الفاضي، راحت 3 4 سنوات من عمرها على الفاضي في الانتظار. والمشكله ان انت ما تسمعش الا القصص الجميله، طبيعي تخيل انت مقامز مع اصحابك يعني مثلا في القهوه وتقول لهم والله عندي واحد صاحبي سافر والله للدنمارك لكن ما حصلش اقامه. قصة ما فيها جو، قصة باردة احتفظ بها لنفسك. لكن مثلا تحكي لهم على صاحبك اللي بدا هو يغسل في تباسي وبعدين سيق بعدين شرى مطعم توسكانيني في هولندا لانك انت حاضر في لمهمم في امستردام، فهذا حياك لجوك وحيقدر يسالوا فيك وحتحس روحك مهم في القعدة، عندك ما تقول. لان لكل حالة نجاح تقريبا في وراها ممكن 1000 حالة فشل، لكن انت طبعا اللي مشجعك حالات النجاح اللي تسمع فيه لهن قلة جدا. فهل الموضوع هذا يسوى انك تركب في مركب وتفوت البحر وتمشي وما عندكش هدف مثلا معين؟ ولا عندك طموح معين، بل عندك امل مبني على سراب. والعيشه في اوروبا راهي نزيكه وحلوه خلك متضايق، وتمشي مع ناس واجده وما تمشيش مع ناس واجده. لكن العيشه امتى تكون حلوه؟ لما يكون عندك اوراق، والاوراق هذين هن الصعوبه في انك تدير اوراقها. وفي دول تدير فينا اوراق وما تريحها زي ايطاليا مثلا، تدير فينا اوراق وحتشقى وتتعب زياده. ان الطليان وحدهم مش لاقين شغل، خاصه يا معلم بعد ازمه كورونا اللي فاتت، ايطاليا خلاص في الشارع قاعدين الناس. انا كنت في ايطاليا وشفت في روما الناس من بنغلاديش ومن دول افريقيه وشمال افريقيه راكدين في الشارع ويتعاركوا على ميكاناتهم في الشارع. فانا نحكي لك الثلاث اربع سنوات هذين اللي انت حتقعدها هنا علي امل انك تاخذ اقامه، لو انت تستثمرهم في ليبيا ممكن تدير فلوس وتسافر باوراقك، او تجيك فرصه دراسه، تجيك فرصه عمل، ما تعرفش. ممكن يا سيدي البلاد احوال البلاد تتغير في ثلاث اربع سنوات تلقى روحك داير لوكشا، لان هنا وانت ما عندكش اوراق صعب جدا انك تدير فلوس، شبه مستحيل. الا طبعا لو اشتغلت في حاجات غريبه. والله يا اخوتي نعرف ناس رمعي البلاد ومحترمين لما جو هنا من القل اشتغلوا في المخدرات واشتغلوا حتى في السرقه، ونحكي لك عليهم ربهم السياع والله لعير بلاد ومعروفين، لكن جان عليهم ايام يعلم به الا ربي ونظروا على الباطل. مهما تسوي روحك قوي نفسيا، الغربه والقل وهدم الامل حيدمرنك نفسيا. طور من روحك، تعلم صنعه، تعلم لغه، عندك وقت تو تدير فيه، عندك سنه سنتين استغلهم. بعدها ابدا فكر، ما تخليش الموجه تاخذك تو والكلام والناس اللي ينزلوا في صورهم هم قاعدين برا، هذه بدايه الطريق. اي واحد يوصل اوروبا ينزل صوره انه هو قاعد في ساحه او قاعد يصور لك حفله وكذا، هذه بدايه الطريق فقط، ما زال الطريق طويله وما زال ما نجحش. وصدقني انت مرتين ثلاث اربع سنوات مش حتقدر تمشي ليبيا، مش حتقدر تسافر، حتقعد مسجون في نفس الدوله اللي ما عندكش اوراق.
الأدى والأمر إن في ناس سوريين اللي هم من البلد اللي جو في آخر سنوات عطوهم إقامة مؤقتة، يعني معناها في أي يوم سوريا يحسوا أن هي ممكن تجد كويسة حيردوهم أخرى غادي. تخيل أنهم عندهم أمل أن سوريا تجد كويسة في 3-4 سنوات، معناها أنت اللي جاي من ليبيا شنو حيديروا لك؟ أنا ما نقولكش أنه مستحيل، نكذب عليك نقولك أنه مستحيل تحصل لجوء، أنا نقولك أنه صعب وصعب جدا، لأن في ناس من أفغانستان ومن اليمن ومن العراق ياخذوا في رفض، ما بالك أنت جاي من دول شمال أفريقيا لأنها ما تعتبرش دول نزاعات. فنصيحتي لك يا غالي، استفيد من الوقت وفكر قبل ما تركب في المركب. فكر في والديك اللي مش حتشوفه لمده طويله، فكر في اصحابك. واخر شيء نقول لك يا غالي، بلادك ارض بوك وجدك، بلا ماكله حتى الشراب يسدك. السلام عليكم.